ابونا مرقص عايز خليل. لو مش عارفني روح المكتبات المسيحيه وشوف ليا 100 الكتب. اهو انا مش مدعك، اهو مسيحي اهو والصليب اهو. في يوم من الايام انتخبنا السيسي وقلنا بس هو ده الراجل اللي ما جابتوش ولاده، هو ده الواد التمام، هو ده الصح، هو هو هو، وفرشنا له الدنيا تمام التمام. انت فين؟ الامور وصلت لشيء سيء. انا بقولها النهارده وبصوت مليان، السيسي اسوأ رئيس جمهوريه. اتخدعنا فيه. دخل بالخداع واحنا يا اباط ناس مسالمين وطيبين وصدقناه، وقفنا معاه في 30 يونيو. وما كنتش بحب ان احنا نقول الكلمه دي علشان ما يتقالش يعني انتوا وقفتوا جنبيه تقوموا كمان بقى يعني بتقولوا احنا وقفنا جنبك. لكن دلوقتي انا بقولها له، بقولها له لان شايف فيه الخيانه، شايف فيه ان الايد اللي اتمدت له ايد الاقباط، واللي سببت انه قاعد على كرسي مصر النهارده، مصر الفرعونيه الاصيله العريقه، يجي عليها اليوم ان يقعد على كرسيها انسان بهذا المستوى. اسوأ رئيس جمهوريه. نفسي نفسي الاقي قرار واحد طلعه السيسي واحترم، هو يقول الكلمه من هنا ونقعد نقول خير يا رب اجعله خير. نفسنا مره يقول كلمه وتصدق، نفسنا مره ونعرف ان يعني كلامه ما بينزلش الارض. يعني حتى في الافلام يقول لك هتنزل المره دي، السيسي كلامه كله مره كله في الارض، ما لقينالوش كلمه واحده فوق ابدا. تفوق ازاي؟ ما بتسمعش. انت فاهم انك راجل عسكري وفي نفس الوقت الراجل العسكري كلمته يعني هو حاجه مش لاقيين لك كلمه مسموعه. سياده الرئيس ارجوك اشرب بريل، اشرب بريل، اشرب بريل. نفسي الاقي لك كلمه مسموعه، نفسي الاقيك زي اي رئيس. يا ريت يا ريت الناس اللي حاطه في بيوتها صور السيسي وهو في الكنيسه يشيلوها، يشيلوها. احنا لازم نبقى واضحين مع نفسينا بصراحة. انا ما اعرفش اجي اسلم عليك واقول لك يا ريس وانا مش مقتنع ان انت الريس بتاعي. فقرت البلد، شحت الناس، عملت شويه مشاريع قناه السويس ومش عارف ايه، مش لاجل ان انت تعمر، لكن علشان الناس تقول انك عملت قناه السويس. الناس عرفت، الاباط عرفوك، والمسلمين العاقلين وما اكثرهم عرفوك. شحت البلد. الناس اللي كانوا عايشين في مستوى فوق المتوسط بقوا تحت المتوسط الحد الادنى في ايامك. وصدمت لما لقيتك طالع تقول انتم نور عينيا، نور عينيا. اول قائد اشوفه نور عينيا، وفي الاخر اتضح ان سيادتك اعور. فكرتني بنيرون، نيرون اللي حرق روما، نيرون الامبراطور الطاغية اللي حرق روما وكان قاعد يضحك. النهارده بشوف صورتك في الفيسبوك وانت بتضحك وبتكركع من الضحك وبتتمايل. اول رئيس جمهورية اشوفه بيضحك ويتمايل. حسني مبارك اللي مليان اخطاء، اللي مشي وما احناش اسفين عليه، عشان ما تفتكرش ده انا يعني بعمل دعايه لحسني مبارك. ايامه كانت افضل من ايامك، رغم السرقات اللي بتقولوا عليها دي كلها، الا لقينا الناس وقتها عايشين في سلام، في هدوء، المرتب البسيط بيكفي، واللي مش لاقي قليل.
النهارده الناس بتدور في الزبالة عشان تاكل. المصري المصري الفرعوني اللي حضرته آلاف السنين بياكل من الزبالة أيام السيسي السودا. لكن لازم تفوق، لازم تفوق، وإلا بعد شوية هنتدبح. يعني إحنا كلنا دلوقتي متدبحين نفسيا، لكن بعد كده هنتدبح، بمعنى هنتدبح. أنا ممكن أقدم دمي علشان خاطر مسيحي، لكن ما أقدمش دمي علشان واحد تافه فاهم الأمور غلط بتقوله. من لطمك على خدك الأيمن حوله الآخر، تعال لطشك، ومش هلطشك بإيدي، هلطشك بالجزمة. أختم معاك يا ريس، لأن أنت لسه ليك معايا شرايط تانية وحلقات تانية. مين بيحكم مصر؟ أنت؟ هو احنا اخترناك علشان تبقى كده؟ قال لا، ما تفهمني انت ايه؟ مقلب خدناه؟ نعترف ان احنا خدنا مقلب فيك، لكن بقول لك يا ريتك ما دخلت الكنيسة. دفعنا ثمن زيارتك للكنيسة غالي، خدعتنا وتحكت علينا. نام نام ونعس، نام وضحك، وهيجي يوم من الايام العالم كله هيفتكر.